عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: فلعله أن يكون نافع ابن الأزرق الذي هو رئيس الأزارقة من طوائف الخوارج. انظروا، بعض الناس يأتيه الحق واضحا بينا إلا أنه يبحث عن دقائق الأمور مع أن لديه أصلا أصيلة، فكان يأتي إلى دروس ابن عباس رضي الله عنهما في مكة وإذا به يلقي عليه المسائل والشبه. الحق واضح، ولذلك قال هذا الرجل وهو نافع قال: إنه ليختلف علي كتاب الله. سبحان الله، يختلف عليك كتاب الله؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يختلف عليك كتاب الله، فإن الكل من عند الله من لدن حكيم عليم، فكيف يكون هناك اختلاف؟ انظروا، من يأتي من هؤلاء من أهل الأهواء بهذه الشبه مع أن لديه أصلا أصيلا فاحذره ولتتنبه إلى خطورة أمره.